حكينا 1 بالـ10، شوف نقلة نوعية من 1 لـ10 لـ4 درجات، يعني العمق ازداد بسرعة. تاني ميزة أو تاني خصائص لهاي المنطقة إنه ببلش أنتقل من القشرة القارية على طول بتحول أو بنتقل للقشرة مين؟ المحيطية اللي بتشكل لي قيعان المحيطية اللي بتشكل لي قيعان المحيطات. بالإضافة إلى أنه بيحتوي هذا المنحدر القاري على ما يعرف بالأودية تحت بحرية. وكمان رابع خاصية في عنا أنه عمقه تقريبا 2500 متر، مش زي ما حكينا بالرصيف القاري كان عمقه فقط 200 متر، هنا من 200 ل 2500 متر، يعني عمق المياه إشماله ازداد. بما انه عمق المياه ازداد، يعني خلينا نحكي نسبة وصول اشعة الشمس رح تقل لانه العمق زاد، فنسبة الكائنات الحية اللي بدها تعيش فيه رح تقل، ونسبة الاكسجين رح يقل، وكل المواد الغذائية والرسوبيات رح تقل. اذا نعيد، المنحدر القاري هو منطقة منحدرة عمقها رح يزاد بسرعة كبيرة، ميلانها او انحدارها 4 درجات، لو 4 درجات يعني رح ننتقل من منطقة القشرة القارية لمنطقة القشرة المحيطية، وبتشكل لي او بتحتوي المنحدر القاري على أودية تحت بحرية، وطبعا رح نحكي عنها كمان شوي، وعمقها رح يزداد ل 2500 متر تقريبا. حتى نشوف كمان، نتأكد، نشوف كتابنا صفحة 39، نشوف شو هو المنحدر القاري. هاي المنحدر خلصنا من الرصيف اللي كان في البداية القريب من خط الشاطئ أو القريب من اليابسة، بلش الانحدار يزداد. فلما نشوف المنحدر القاري الموجود عندنا، العمق زاد، الانحدار بسرعة انتقل من منطقة مستوية إلى منطقة منحدرة بشكل كبير، فبالتالي زي ما حكينا عمق المياه إشماله زاد، وانتقلنا من القشرة القارية للقشرة المحيطية. إذا المنطقة أو المكان اللي بتتحول فيه القشرة القارية للقشرة المحيطية هو المنحدر القاري. إذا هيك بالنسبة للمنحدر القاري. ثالث جزء من أو ثالث مكون من مكونات الإحاف القارية ما يعرف بالمرتفع القاري. كلمة مرتفع قاري هي منطقة بتقع بين المنحدر اللي حكينا عنه هلأ وبين قاع المحيط، يعني بتفصل المنحدر عن القاع. طبعا ليش سموها مرتفع؟ بما انه حكينا المنحدر منطقة كتير خلينا نحكي شديدة الانحدار ومنخفضة، ليش بلش هنا تضاريس قاع المحيط تزداد بارتفاعها او تسمى مرتفع؟ طبعا هي منطقة مرتفعة جدا بالنسبة لما يجاورها. ليش؟ لانه بالسبب لو حكينا فسر او علل يعتبر المرتفع القاري منطقة مرتفعة بالنسبة لما يجاورها بسبب تراكم الرسوبيات القادمة من وين؟ من المنحدر، طبعا المنطقة اللي قبلها هي المنحدر القاري والمنحدر القارية والأودية تحت البحرية، تمام؟ أو البحري. طبعا عمقها ميزاتها انه عمقها بتجاوز او تناسب تقريبا من 2500 ل 4000 متر. اذا عمقها بين 2500 ل 4000 متر، يعني منطقة مرتفعة. 2، ميلانها اقل من 1 او من درجة 1، تمام؟ يبقى نقدر نحكي لحد ما ميلان خفيف جدا لو بدي اقارن بالمنطقة اللي قبلها اللي هي كانت عبارة عن المنحدر القاري. المنحدر القاري كان عبارة عن 4 درجات، وهون بالنسبة إنه 1 درجة، فبالتالي هي منطقة أكثر ارتفاعا منه. طبعا هاي المنطقة بتتكون من رسوبيات كثيفة. طبعا ليش هنا كل نقدر نحكي أو السبب الرئيسي إنه ليش كل الرسوبيات تجمعت في هاي المنطقة وعملت لي إشي ما يعرف بالمرتفع القاري؟ طبعا هاي الرسوبيات الكثيفة تجمعت، حكينا باتجاه القاع، أو زي ما بنحكي إنه الرسوبيات تتجمع من المنطقة الأعلى أو الأكثر انحدار للأقل انحدار، يعني منطقة المرتفعة للمنطقة المنخفضة، تمام؟ فعملت لي ما يطلق عليها باسم التيارات العكورة. لو نطلع كتابنا الصفحة 40، عنا الشكل موجود عنا هون،
هذا الشكل طبعا مبين لي المرتفع القاري وتيارات العكورة. هاي ما احنا المنطقة نسميها المرتفع القاري، طبعا لو بدي اقارنها هي منطقة مرتفعة بالنسبة للي حواليها. طبعا جوا المرتفع القاري في عنا ما يعرف بالتيارات العكورة. شو يعني تيارات العكورة؟ طبعا هاي التيارات او هي عبارة عن تيارات مائية طبعا محملة بالرسوبيات والأتربة والغبار وغيرها اللي جاي من التراكمة طبعا من المنحدر القاري والأودية. كلها زي ما احنا شايفين لو ندقق بالصورة بنلاحظ زي خلينا نحكي مياه معكرة او مياه فيها رواسب بشكل كبير. اذا التيارات العكورة موجودة وين؟ بالمرتفع القاري. ليش تشكلت هاي التيارات؟ هي تيارات مائية محملة بكمية كتير كبيرة من الرواسب الكثيفة. طبعا ليش اجت؟ تحت تأثير جاذبية الارضية، يعني من المنطقة المرتفعة منطقة المنخفضة. يبقى نحكي انه عنا المرتفع القاري هو ثالث جزء من اجزاء الحافة القارية. عنا رابع جزء وهو الجزء الاخير اللي بيشكل الحافات القارية ما يعرف بالأودية تحت البحرية، هو الجزء الاخير والرابع اسمه أودية تحت بحرية. طبعا كيف يتشكل؟ شو ميزاته؟ هو أودية طبعا تتشكل أودية ضخمة جدا تبدأ من الرصيف القاري وتنتهي مع المنحدر، يعني بتبلش من عند الرصيف القاري يعني من بداية الحافة وبتنتهي لعند المنحدر القاري. طبعا هاي الأودية طبعا سموها تبعا للأنهار الموجودة على اليابسة. مثلا عندنا أول وادي، عندنا وادي هيدسون البحري، طبعا سموه هيدسون تبعا لنهر مين؟ نهر هيدسون الموجود في كندا. اذا الاودية سموها تبعا للانهار الموجودة باليابس اللي بتصف فيها، فوادي هيدسون البحري طبعا تابع للنهر هيدسون الموجود في كندا. هذا بالشكل عام خلينا نحكي في العالم الغربي. اما عنا في العالم العربي في عنا وادي أغادير البحري. طبعا موجود وين وادي أغادير البحري؟ موجود في جنوب المغرب، تقريبا موجود في الساحل المحيط الأطلسي. طبعا اكتشفوا قبل 200 خلينا نحكي اكتشف عام 2013. طبعا سفينة ألمانية اكتشفته، هو أكبر وأعمق أخدود تحت بحري موجود في العالم. يبقى وادي أغادير البحر الموجود في جنوب المغرب هو أعمق وأكبر أخدود تحت بحري موجود في العالم. طبعا عمقه تقريبا 1000 متر وطوله تقريبا 450 كيلومتر. عشان هيك اعتبرنا اكتر الاودية او خلينا نحكي الاودية التحت بحرية عمقا. اذا بنقدر نحكي انه الحافات القارية هي جزء الرئيسي، تتكون من 1 الرصيف القاري، 2 المنحدر القاري، 3 المرتفع القاري، 4 الاودية تحت بحرية. كل منطقة من هاي المناطق لها ميزات، لها درجة ميلان تختلف عن الاخرى، لها عمق بيختلف عن الاخرى، لها ميزات من حيث وجود الكائنات الحية او وجود الرسوبيات. فهاي هيك بنقدر نكون فصلنا اول جزء رئيسي من اجزاء تضاريس قاع المحيط وهي الحافات القارية. يعطيكم العافية.